الحكم جميل رمضان باخر الوقت بعد في وقت احتسب ركله الجزاء. يوم هذا الحكم نحن اللبناني لازم نوقف معه ننوه بجهوده، مش مثل ما للاسف البعض يمكن عم بيحكي عن الحكم اللبناني، لانه للاسف بطل معنا كثير حكام. صحيح، ما اليوم التصويب على مطرح معين بصير الجدل يعني اوقات يعني. رايك حول ضربه الجزاء؟ حول ضربه الجزاء، انا دائما يعني لما كنا معلق على المباراه حسب ضبط الساعه اللي بيكون موجود معي انا، عندما بيصفر الحكم بدايه المباراه او نهايتها، حسب ضبط الساعه اللي كان موجود معي انا كنت عم بقول على الهواء وقتها، كانت الدقيقه تيت الوقت المحتسب بدل عن ضايع كنت عم بعد الثواني يعني بوقتها كان يعني بعد ما يقارب 15 ثانية حسب ضبط الساعة. لا ضبط ساعتي على ضبط ساعة الحكم تفرق 15 20 ثانية، موضوع تاني. أما تفصيل إذا سفرت ضربة الجزاء ما بعد الدقائق الثلاثة من الوقت المحتسب بدل عن ضايع، ثلاث دقائق مثلا و 20 ثانية مثل ما سمعنا، أو ثلاث دقائق و 14 ثانية، هذا أمر أساسا يعني من المعيب الحديث فيه لسبب، بس لأنه هذا أمر يمكن بيرجع لحكم يعني طلبت انت خبير تحكيمي، اصبح معنا خبير تحكيمي على الهواء الكابتن، اكيد بيجزم كل هالامور. ان الكابتن طالب رمضان بدنا ناخذ رايه حكم دولي سابق. كابتن طالب اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك استاذ محمد. كابتن طالب عم نحكي انا وضيوفي الكابتن محمود الترحين والكابتن حسن محمد حول التحكيم، وبدنا هيك باختصار نسالك اكثر من سؤال، رايك اليوم بمرحله الذهاب التحكيميه، هل الحكم اللبناني لهالدرجه مثل ما عم يصور في الاعلام انه هالقد فاشل الحكم اللبناني؟ لا بالعكس، الحكم اللبناني مش فاشل ابدا. انا برايي لاني حكم سابق، تحكيم انا برايي بمرحله الذهاب كان كثير جيد، يعني جيد جدا حتى. هلا بصير اخطاء تحكيميه بكل المباريات، حتى مباريات بمباريات اوروبيه على اعلى مستوى باحلى الدوريات بتصير. يعني انا برايي الحكم اللبناني اخذ فلوس، عم ياخذ فلوس منيح، حتى في عندنا حكام كثير جيدين، هذول الحكام الجدد اللي نحن اعطيناهم فرصه مش الحكام السنه. صح. البعض يعني بنسبه 90% من اللي اخذوا فرص اثبت وجودهم كحكام عم بينافسوا الحكام الكبار. يعني نحن بنتشكر لجنه الحكام اللي اعطتني فرص للحكام واثبت الحكام هذول، يعني التحكيم الحكم عم بيخطئ. يعني انا بدي احكي شغله صغيره. تفضل. مع احترامي ومحبتنا لكل المحطات اللي يعتقد بتعرض فقرات تحكيميه. يعني خينا محمود الله اذا سمعته انا من شوي انه عم يحكي حكي كلام منطقي كثير. انه انا كاعلامي ما فيني اجي اقيم حكم بايديه او اقول له هون اخطات هون اصبت. الكلام هذا اللي حكيه سيد محمود هو صحيح. انه لازم دائما يعني انا بتفاجئ بالمحطات اللي بتعرض حالات تحكيميه انه ما بيستعينوا بحكام متقاعدين. الحكام عنده خبره بالمجال التحكيمي لحددك هذا الخطا اذا كان الحكم صحيح ولا غير صحيح. يعني بعض الحالات عم يحطوها من محطه لاخرى متناقضه جدا، يعني محطه بتحط الخطا هون انه هذا خطا، محطه ثانيه بتحطه انه قرار الحكم صحيح. هون الناس بتتحير، الجمهور بتحير، اداره الفريق اداره الفرق بتحير. لذلك نتمنى عليهم انه يكون عندهم دقه بهذه، واذا بيقدروا يستعينوا بخبراء تحكيم يستعينوا، لانه حفاظا على برامج اللي هي زي ما على المصداقيه. صح. كابتن قديش بتشوف اليوم ثقافة الجمهور نحو الحكم؟ دائما الحكم شو ما عمل الحكم قديش بتشوف الإعلام؟ الجمهور ليه؟ الجمهور عاطفي. اليوم الحكم إذا بياخذ قرار لما بتحت الفريق بيشجع هذا المشجع بيصبر الحكم وبيزقف له، إذا أخذ قرار حتى القرار كان صائب ولا خائب القرار، إذا كان قرار صائب ضد هذا الفريق بقوم عليه، لأن الحكم دائما الجمهور بيحكي مع عواطفه تجاه هذه المسألة. والحكم أنا برأيي يعني هو ما بيكون طرف مع فريق ضد فريق. الحكم اليوم عم بيفهموا نفسه قبل الفريقين، يعني قبل اكس او اجراج. صح. لأنه هو نفسه نجاحه بالمباراة كأنه هو هذا فوز بيعتبر فوزه له هو. نعم. بتصور أنه في حكم بيريد بهذه نفسه أو بيريد الفشل لنفسه. كابتن طالب، يمكن موضوع كبير موضوع شائك يحتاج الى حلقه، بلكي هيك بنوعد المشاهدين الى حلقه بنحكي فيها بالتفصيل عن التحكيم. والله انا استاذ محمد انا حاضر كابتن بتطلبني انا يعني بخدمه المحطه، وانا حاضر للامور هذا ومتوسع بشيء اكثر يعني بالمساله. بالتاكيد يعني حكي كلمه خلينا محمود الله يعني ما لك تسمح لي بعد شنو تبيها. تفضل. عن مباراه الاخاء، صح انه كان ابني جميل هو حكم المباراه
وانا بكل تجرد ما بحكي بعاطفتي، انا بهمني ابني يصير حكم يوصل لاعلى مراحل بالتحكيم. صح. انا اذا ابني اخطا بقول له انت اخطات. انا بحكي شغله صغيره عن ركله الجزاء اللي طالبوا فيها الاخاء انه ركله جزاء. اذا بتشوف التلفزيون هذه المباراه لو مش منقوله على التلفزيون ولا انسان لا بالملعب ولا خارج الملعب بشوف انه في مس من الحارس المرمى. صح. بس لانه منقوله. اذا بتشوف اذا حضرت المباراه اول مره، انا حضرت على التلفزيون اول مره وثاني مره وثالث مره، عاد التلفزيون ما بين في مس الا لما عيدت الحاله من الكاميرا اللي هي خارج المرمى. نعم. يعني تصور حكم 15 لاعب داخل منطقه الجزاء، داخل منطقه المرمى بالاحرى، بيحكي عن ضربه الجزاء، الحكم كيف بده يشوف حاله بالضايق. اذا بتضوي ليزر على حارس المرمى، الليزر ما بيوصل على حارس المرمى. صح. يعني وبالنسبه للبلنتي اللي احتسبها باخر دقيقه من بالوقت البدل الضايع، في قانون بيقول ان الحكم هو المقاتل الوحيد بالمباراه. البلنتي لما احتسب بالدقيقه 2.7 ثواني بالضبط، لان الكرونومتر كان موجود زي ما على التلفزيون. نعم. ويمكن له اعلان، الحكم له اعلان بعد المباراه، له 20 ثانيه بعد ما حصل تسديد من نادي الاخاء بفترة الدقايق اللي احتسبوا الحكم بوقت الضايع. نعم. قاموا قيمة ولوسيرو صوروا على الحكم، وانا برايي هذا شيء خطأ، وهذا شيء بيأثر كثير على التحكيم بلبنان. نعم. كابتن طالب، بالتأكيد نحن قريبا ان شاء الله راح تكون ضيفنا ونحكي اكثر عن التحكيم، وهيك نعمل حلقه موجزه عن التحكيم، اسباب الامور كلها اللي الجمهور يمكن اليوم بيعقب عليها وهو يمكن ما بيكون ضليع وخبير فيها. ان شاء الله ملتقانا قريبا كابتن طالب. أنا هذا بيشرفني وبيسعدني أن أكون معك أستاذ محمد، وأول شيء بتشكر ضيوفك اللي معك بالحلقة. شكرا لك. يعني محمد، فقط بس تعليق صغير على يعني هذا كلام وجه لجمهور النجمه. نحن هلا بهالحلقه موجودين وبسبب انه في مباراه الاخاء والنجمه، وصفت ضربه الجزاء كان بالدقيقه 93 حسب ما ذكروا 7 ثواني. بده ينتبه جمهور لبنان بشكل عام وخاصه جمهور النجمه. كان من الممكن نحن نكون قاعدين بنفس الحلقه بنفس المباراه وضربه الجزاء يكون لمصلحه الاخاء الاهلي علي. نعم. يعني هون بده يكون من يعني ما في شيء متعمد. نحن صحيح يعني مثل ما جمهور النجمة قبل وعم بيحارب وعم بيقول انه هاي ضربة الجزاء صحيحة، فممكن يجي اي مباراة فيما بعد ويصفر الحكم ضربة جزاء ضد فريق النجمة بهذا التوقيت، فلازم يتذكروا كثير منيح هذا اللحظة. يعني للأسف يمكن يعني لازم نوع كلمة هون. تعقيبا على اللي عم يقوله الكابتن طالب، يمكن البعض مش عشان الحكم او شيء، يمكن عشان غايات اخرى يعني ما بدنا نفوت فيها هلا. نحن لازم نحسم هالامور محمد، يعني في مشكله على فكره بكلامنا عن حكام المباراه. لربما تصدر النجم يا اما نطلع نقول للناس انه هذا حكم مباراه قصدا عم بيغلط، يا اما نقول هذا الخطا عن غير قصد. عن غير قصد يعني مسموح، اذا عن قصد في مشكله كثير كبيره بالبطوله لكان. نعم. بدها تحقيقه، بدها لجنه متابعه. نعم. كابتن حسن، ما رح نسالك عن الحكام هيك، كيف عم بتشوف اليوم البعض يشتكي من أرضية الملعب وأنت كلاعب يمكن عم تكون هذه مشكلة؟ بحب اسمع منك هيك. أرضية الملعب هي المشكلة. نعم. ما فيك تلعب فوتبول أنت ومرتاح إذا أرضية الملعب ما منيحة. كنترول بقى تفكر فيه كيف بقى تهدي الطابة، لتشوت بقى تفكر كيف بقى تهدي الطابة، كيف بقى تشوت الطابة. نعم. كل تفكيرك بأرضية الملعب بتكون، وبعدين أنت لا تنزل الملعب بتلاقي الملعب منه منيح، ما بتكون مرتاح نفسيا. يعني اخر مباراه لعبتوها بالكاس دخلته الخيول بالكاس. نعم. دخلته باللون البني، خرجته بين الطيبين باللون الابيض، خرجته باللون البني. ما بينلعب غريب كيف الحكم قبل يمشي اللعبه. نعم. ما بينلعب، انت كنت بارضيه الملعب وشفت الملعب. هون عم نرجع للحكم، الحكم عم بيمشي الكره والحكم عم يمكن بيقدرها انه اجوا الفريقين تعذبوا وتكلفوا، يمكن كمان عم يشعر الحكم بطريقه ما مع الفريقين، ولا ما توافقني بهالراي؟ ولو اجى. نعم. يعني ننزل على الملعب نلعب فوتبول اللي هو منه فوتبول. يعني برايك حسن كان المفروض ان تتاجل المباراه. هون لابد من التنويه بمجهودك، دخلت بالشوط الثاني من المباراه وسجلت الهدف، كان شوط بارد شوي، دخولك كان عطى النجم اكيد. بس اذا تسمع محمد بدك سؤال، يمكن اذا عندك اي سؤال الكابتن اكيد. الكابتن حسن محمد. نعم. يعني شوف بيلعب دائما بخط الهجوم، انا بدي اساله يعني حسن محمد، وين انت عاده بتحب تلعب؟ يعني الشيء اللي بتحب تعمله بالمباراه ويكون دائما بالتشكيل بتحب تلعب مثلا مهاجم، شو بتحب تلاقي نفسك مركز؟ اكيد يعني نحن نتأيد يعني بغض النظر طبعا احترامنا للكابتن موسى حجاج اكيد. نعم. بس هذا شيء بيرجع لك الا يعني انا بحب العب لعب حرب بالملعب. نعم. بتحس حالك بتعطي مرتاح اكثر وبعطي اكثر. هذا الكلام بيعرفه الكابتن موسى، حاكي انت وياه 100%.